أهلا بكم مع كأس الأمم الأفريقية. خبر حصري، الجزائر سوف تحصل على كأس الأمم الأفريقية رغم خروجها من الكأس. تصور زي ما قال حفيظ الدري، قال لك إن مش الجزائر هي اللي خسرت كأس الأمم، كأس الأمم هو اللي خسر الجزائر. شوف الفتاكة، الجزائر منتخب رهيب عظيم منظم رائع جدا، ولكن حصلت بعض الأخطاء، وهو إن المنتخب اتغر، ودي أخطر حاجة ممكن تصيب الإنسان في حياته، إن هو يوصل لمرحلة الغرور. فالناس رايحين يلعبوا كأس الأمم وهم مش رايحين يلعبوا، رايحين ياخدوا كأس الأمم، مش رايحين يلعبوا ولا يشاركوا في كأس الأمم. ومن هنا حصلت إيه؟ حصلت المشكلة اللي هي مشكلة الغرور. المفروض أنت بتلعب رايح تشارك، رايح تلعب كرة حلوة، فحصل الغرور في الأداء، حصل الغرور في التنظيم، حصل الغرور حتى في التصريحات الصحفية. طيب معنى إيش؟ النهاردة لما حد يتغلب مثلا في الكرة إيه؟ المفروض يرجع للأسباب الموضوعية. يعني أنا اتغلبت، في مشكلة في التنظيم، في مشكلة في التدريب، في مشكلة في المعسكرات، في مشكلة في أني ما دخلتش ناس جديدة للمنتخب، في مشكلة فنية. إنما يجي يقول لك الجزائر أصل المغرب عملوا، جابوا شيخ وجابوا مشعوذ وجابوا مش عارف إيه، وعملوا عفاريت وعملوا جن علشان الجزائر تخسر. طب لم هم المغرب عندهم الجن ده كله وعندهم العفاريت اللي بتخسر الجزائر، طب ما يكسبوا نفسه. المغرب واخد كاس أمم أفريقية واحدة سنة 76، يعني لو هم بيعملوا شعوذة وبطيخ وشغل حلمنتيشي كانت المغرب تاخد، ما كانتش مصر تاخد 7، كانت المغرب تاخد 33 كاس أمم أفريقية. مش بس كده، كانت المغرب تعمل الجن والشعوذة والشيخة نفيسة والشيخة مش عارف ايه، وكانت تاخد كاس العالم وتفوز على البرازيل وتفوز على ألمانيا وتبقى أكتر واحدة واخدة. يعني إذا كان المتكلم مجنون يبقى المستمع عاجل. كلام حلمنتيش وكلام بطيخي وكلام، يعني عامل زي إيه؟ عامل زي المحشي اللي هو بتاكل صباع محشي وما أنت مش عارف جواه إيه. المهم يعني خلاص نخلص من القصة دي. هارد لك طبعا المنتخب الجزائري لعب سيء وخرج وما فيش مشكلة ويلعب إنما ندور على الأسباب الموضوعية اللي هي الغرور مثلا، نغير المدرب، نجيب مشيح المغرب عملت مش عارف ايه والعفريت راح هو اللي صد الكورة وما خليه. طب ما كانت المغرب تعمل الجن ده كله تسخره عشان تاخد كاس العالم مثلا، وكانت تاخد كاس الامم الافريقيه، وكانت الانديه المغربيه اللي هي الرجاء والوداد والجيش الملكي والكوكب المراكشي والقنطري والرباطي كانوا ياخدوا عصبه الابطال كل سنه مثلا. فيعني كلام مش ما عندوش اي علاقه بالمنطق على الاطلاق، كلام يدل على خواء نفسي، خواء سيكولوجي، انك مش لاقي ايه. المثل قال لك خدوهم بالصوت ليغلبوكم. تعالوا نروح لنقطه ثانيه، المنتخب المغربي المحظوظ. ما فيش منتخب فيه كأس الأمم المرة دي محظوظ قد المنتخب المغربي إطلاقا. كل الفرق اللي تقابل معاها المنتخب المغربي فرق أضعف منه، ولذلك نط بسرعة على الدور الستاشر. فالنهاردة المنتخب المغربي مش محظوظ بس، هادي لو حوست عليها إن المنتخب المغربي يقابل ملاوي مستحيل ما تلاقيهاش. ليه؟ لأني ملاوي تصنيف 129 على العالم. 129 يعني آخر العالم، هي العالم 198 دولة، 129 على العالم كله. إضافة المغرب 28، المغرب وملاوي لاعبين 8 مرات مع بعض، اتلقوا 8 مرات مع بعض. المغرب فاز في 5 وتعادل في 3، يعني لم يحصل أبدا أن ملاوي فازت على المغرب. يعني دي ضربة حظ رهيبة جدا. فالطريق أمام المغرب معبدة، يعني زي ما تكون في حاجة إلهية كده بتقول للمغاربة وبركة وصافي من 76 غير كاس واحدة بركة عليكم، دابا خاصكم تاخدوا الكاس. لازم يعني ماتش ملاوي ده المفروض يا حاج خليل وزيتش انت والطاقم اللي معاك واللعابة الحلوين، إلى ما ربحتوش ملاوي ما ترجعوش المغرب، يعني تحرقوا، تروحوا تحرقوا وتشتغلوا اي شغلانه تانية على بره، فهناك في 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 الكاميرون ولا مش عارف ايه. يعني ماتش ملاوي ده مضمون 100%، يعني انا توقعاتي مش 99%، 200% المغرب رابح. والمغرب المفروض يخلص ماتش ملاوي قبل ما يوصل لضربات الجزاء على طول. يعني ويا عم خليل، يا خليل يا حبيبي يا خليل زيتش الله يرضى عليك، ما تلعبش كوره طويله، العب 1 2
كوره صغيره 1 2 3 كده. الناس اللي على الجناب فاعل الجناب، علاش انت ليه دايما مصمم على الاختراق من العمق؟ ما انت عندك جنبين رائعين فعلهم. انت ليك انت بقى يا عم خلو زيتش، ربنا يخليك، ربنا يعزك يا عم الحاج، ربنا يكرمك يا حبيبي. لما يكون الماتش شغال يقف كده، حسسنا كده انك مدرب زي حسن شحاته كده، كان واقف كده ورايح وجاي ويا رب على ده وشد واعمل دي. انت اقف اقف حلل القرشين اللي على القرشين، ايه خلي حلل الملاير اللي هتاخدها حللهم، حسسنا انك قلبك مش انت رايح غير تعمل الواجب، لا حاجه كده اقف كده هوات واحد مش عارف ايه حكيم اطلع مش عارف ايه انت خش من هنا ايقف كده، حسسنا ان احنا يعني بالحرارة كده بتاعت المباراة. فانت النهاردة المنتخب المغربي صدقا صدقا المنتخب المغربي مش غير محظوظ، ده يعني في 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 وش في فريق اضعف من ملاوي عشان يلعب مع المغرب، فالطريق معبد امام المغرب، مش مش للدور الثمانية نو، الطريق معبد للدور الستاشر. ليه؟ في حالة طبعا فازت المغرب على ملاوي، وفي حالة هنرجع لموضوع مصر، في حالة فازت مصر على الكوت ديفوار، المغرب عنده مع مصر كتير جدا يعني بنته عالي على مصر. اذا فازت على اذا فازت الكوت ديفوار المغرب برضو عنده مع الكوت ديفوار، يعني انا عندي المغرب يقابل الكوت ديفوار احسن ما يقابل نيجيريا او لا يقابل الكاميرون، تصور. فالطريق معبد يعني، شوف رغم الاداء اللي بدأ به المنتخب المغربي الاداء الهزيل، ولكن الأداء بيتطور شوية بشوية شوية بشوية، فكأن الكرة والكان بتقول للمغرب خلاص انتوا الكاس دي بتاعتكو، المغاربة المغاربة الكاس ديالكو، الكان دياتي من سنة 76 من 45 سنة ما ادتوهاش، ده بتدوها انتوا، ما لعبتوش مع ملاوي، ملاوي 129 على العالم، انتوا 28 على العالم، يلا مشي مشي، ما تخلصليش الماتش في ضربات الجزاء أبدا، الماتش لازم يخلص في الماتش، ما توصلش نفسك للحسرة، الماتش لازم يخلص في الماتش، يعني لما تبدأ تبدأ لي بالقوة، تبدأ هجوم يا عم. شوف حد يقول لخليل وزيتش يكون عنده علم، يقول له الله يخليك الماتش ده ما فيهوش تعادل، خليل أخلى حبيبي الماتش ده مشي التعادل، هذا الماتش مشي ديال التعادل، يعني ما تلعبش دائما زي الماتشات اللي كتلعبها كاملة تلعب على التعادل، لا الماتش ده ما فيهوش تعادل، فيه غالب يا مغلوب، فأنت ابدأ الماتش مش اللي انت هتتعادل، لأنك لما تلعب على التعادل احتمال كبير جدا انك تخسر، فانت ما تلعب ليش الماتش على التعادل، العب الماتش على ان انت هتروح الدور الثمانية، ما عندكش حل تاني، كل الظروف خدمتك، المجموعة الاولى وجعتك في مجموعة سهلة وبسيطة جدا، اللعابة اللي عندك ما شاء الله كويسين لسه ما تفرمون ما يعني ما زبطوش كويس، ولكن معلش لإيه؟ لإن عموما يعني الكيسان او الدورات الكبيرة اللي زي الكان ولا اوروبا ولا كاس العالم بتمشي بمنحة تدريجي، يعني مثلا ما فرنسا خسرت من سويسرا وربحت كاس العالم، فالمستوى عم يطلع شوية بشوية، ده بالنسبة للمنتخب المغربي المحظوظ اللي المفروض ياخد كاس العالم، ياخد كاس الامم، ما فيش كلام. نيجي لحبايبنا للفراعنة، الفراعنة المستوى بتاع المنتخب مستوى ما يأكلش عيش، ما يسقيش مية، ما يسويش بصلة صراحة، والمنتخب ضعيف جدا جدا، وطلع بالصدفة يا جماعة، احنا السودان 90 دقيقة مع السودان ما لعبناش تمريرة حلوة، ما لعبناش كرة كده نسقف عليها ونقول الله يا سلام، ما احنا كنا زمان المنتخب المصري يتغلب ونسقف له ونقول يا سلام، لا لعب رجالة صحيح، لعبوا على الراية، ما فيش لعب خالص، ما فيش تمريرة، ما فيش وانتو، ما فيش كرات، ما فيش نص ملعب، ما فيش صانع ألعاب، ما فيش حاجة خالص، صلاح ما جاش، يعني صلاح لسه في ليفربول، صلاح ما جاش، ففي مشكلة في المنتخب المصري، كل ماتش نقول هذا كروش هيحل المشكلة دي، ما فيش، مش قادر يحل المشكلة دي، فإحنا النهاردة يا عم كروش احنا داخلين على مرحلة صعبة جدا، فانا قدامكم كده وقدام العالم كله انا هكلم ايه؟ هكلم كروش. الو؟ ايه يا كابتن؟ ايه يا كروش؟ ايه يا حبيبي؟ صباح الفل، كنت فين؟ اما انا اتصل بيه 50 مرة. كنت بتصلي ركعتين، الله يقبل منك، الله يقبل يا حاج كروش. حاج كروش اللي بتعمله ده مع المنتخب المصري ما مش حاجة ما توصلش بعيد. ظبطت الامور انت شوية.
لا موضوع تلاعب العيال اللي بيجيبوا جوان في نادياتي وتنزل العيال المشلوله دياتي في الملعب تريزيجيه وما عرفتش ايه وفي توقيتات والتغييرات بتاعتك وبتاع. اقتراحاتي عندي اقتراحات. شوف انا رايي كيروش انا رايي تلعب 4-4-2. الخطه بتاعتنا اللي بنلعبها من زمان 4-4-2 اللي كان بيلعبها المعلم 4-4-2. هتلعب لي في حارس المرمى ايوه الحارس. لا ما تغيرش الحارس، هتلعب لي في الحارس اللي هو الشناوي. تمام الحارس بتاعنا اللي هو الشناوي خلاص احنا من الدنيا كده لذيذه، الشناوي احنا كلنا ايه موافقين عليه. هتلعب لي 4 في الدفاع، خط الدفاع الاربعه اللي في الدفاع اللي هم مين؟ الشناوي جنب منه الشناوي اللي منه الجنب منه الشناوي والشناوي، يعني 4 دفاع في الشناوي برضه هم الشناوي. هتلعب لي 4 خط نص، 4 خط نص الشناوي والشناوي والشناوي والشناوي. تمام يبقى انت كده ايه عندك خط النص كامل الشناوي، وعندك الدفاع الشناوي، وعندك ايه الحارس الشناوي. هتقول لي الهجوم انا مش عايزك تلعب بهجوم سريع، انا عايزك تلعب هجوم من على الطرفين زي ما بيلعب صلاح ورونالدو كده. هتلعب بصلاح على الشمال ان صلاح اشول وكده، وهتلعب بصلاح برضو على اليمين، يعني هتلعب بصلاح هنا وهتلعب بصلاح هنا. تمام ها ما سمعتكش، الخط بيقطع. التغييرات لما تتزنق اكيرو يا حبيبي، لما تتزنق طلع صلاح ونزل صلاح مرتين خلاص. بالتوفيق ما تتعطلش، احنا مستنينك في الطياره. يلا كيرو يا حبيبي، مع السلامه يا غالي، مع السلامه، مع سلم على الطاقم كله، يلا سلام. فهنا انا كلمت كروش قدامك وهتشوفوا النتيجه. ماتش مصري واحنا حظنا عالي على الكوت ديفوار بطريقه فظيعه، لسه مدينهم 4-1 ايام احمد حسن وايام عمرو زكي جاب جونين وايام ابو تريكه جاب جون وايام احمد وايام زيدان، كان فريق ذهبي الفريق اللي خد به المعلم حسن شحاته 3 كبات ورا بعض 8-6 و8-10، يعني فريق رهيب، عيال حيه فعلا. في مشكله في عند كروش مفروض يدرب ايه، يدرب الناس مثلا اللي بتاخد البطيخ من بعض، يعني ده يرمي بطيخه ياخدها برافو، ده يرمي بطيخه ياخدها. ما فيش خالص، لا في خطه ولا في بطيخ ولا في جناب شغال ولا في خط نص شغال ولا في صانع العاب شغال ولا في اي حاجه. فانا ب 99% مصر خاسره امام الكوت ديفوار. طبعا انا عايز مصر تكسب، بالعكس انا عايز مصر تكسب ونص كمان، لكن المعطيات هتكون فضيحه، ويا ريت كمان يوصلوا لضربات الجزاء. يعني لو مصر وصلت مع الكوت ديفوار لضربات الجزاء تبقى عملت انجاز ونسقف، حتى لو خرجت مش مشكل، انما مصر ما توصلش مع الكوت ديفوار لضربات الجزاء الا اذا اتنفخ فيهم الروح بقى، الروح الوطنيه والروح المصريه وروح الجيل الذهبي دويات بتاع ابو تريكه، والعيال كده يعني اتغيروا مره واحده وبقيت حاجه كده معجزه بقى. وشفنا صلاح بقى، الا اذا صلاح رجع يلعب، يعني صلاح لحد وقت في ليفربول صلاح ما عملش ولا حتى الهدف اللي جابه صلاح، ما فيش جمله تكتيكيه، ما فيش حاجه اللي هي تفتح النفس. فاحنا عايزين يا ريت طبعا اذا مصر فازت هتتقابل مع المغرب وهتبقى ايه وقعت الواقعه. تمام كوت ديفوار فازت هتتقابل مع المغرب، اللي انت بتقول هتقابل مع المغرب متاكد المغرب هتفوز، ما عنديش ذره شك يا جماعه ان المغرب هتربح ملاوي، مش ممكن، يعني هذه صدفه ساقها القدر ان المغرب تربح ملاوي، تيجي ملاوي. هو كويس المغرب ما جاتش مع الكوت ديفوار، ما جاتش مع نيجيريا، ما جاتش مع الكاميرون. فهذا تحليل وملخص للي حصل. وفي النهايه برضه المغرب هتلعب وتجري وتحارب، ومصر هتلعب وتجري وتحارب، والدنيا والكاميرون، وفي الاخر خلص هتاخدها الجزائر. خليكوا فاكرين الجزائر هي اللي هتاخد كاس الامم الافريقيه، مش ممكن يزعلوا حفيظ دراجي ابدا يا جماعه. انا التحليل بتاعي من زمان، من ايام كاس العرب، من ايام من قبل ما يكون في كاس اصلا، وانا راجعوا التحليلات بتاعتي هتلاقوها مضبوطه 100%. حظوظ ياخدوا حافظ دراجي وعصام الشوالي الجزيره، يدوا لهم 40,000 دولار في الشهر. يا سيدي ما انا موجوده، اديني 39 انا اشتغل معاك، ما عنديش مشكل خالص، انا فاضي، الدنيا فول، الدنيا زي الفل. فمصر الى الغزاله رايقه هتلعب، الى صلاح لعب، صلاح فلفل شعره كده والغزاله راجت معاه، الدنيا هتلعب.
الى خليله ركز في الكلمتين اللي انا قلتهم هيلعب. يبقى كده تلعب مقدما مبروك للمغرب. في رايي انا مبروك للمغرب. مصر الاختبار الصعب تو بي اور نوت تو بي. الا كيروش ما راحش ضرب السندوتشات فول وطعميه واتلخم وراح نام في البتاع وما ظبطش نفسه وظبط دماغه، هنتفشخ يعني 3-2-1 3-1 كده مش هنلحق نوصل لضربات الجزاء، لان كوت ديفوار فريق كارثه يعني سهم كده بينطلق. العيال عندهم كوره يعني ايه، في تنظيم، في خط نص، في الاطراف لاعبين، فدول كانوا احنا ما كانوش ياخدوا في ايدنا غلوه. فالمهم ده التحليل بتاع ايه، بتاع كاس الامم الافريقيه اللي هي ان شاء الله هتاخدوا الجزائر، والف الف مبروك وربنا يتمم بخير. اكتبوا لنا توقعاتكم في التعليقات، ماذا تتوقعون لماتش المغرب وملاوي وماتش مصر والكوت ديفوار؟ اكتبوا لنا توقعاتكم واقتراحاتكم. يلا يا جماعه اكتبوا كل شيء عايزين، خلصنا ندعم الاسود الاطلس وندعم الفراعنه وايه وايه وشكرا.